وشفت الجمهور قاعد يتفاعل، شفت التويتر ووسائل التواصل والبرامج عندنا بدأت تاخذ وضعها. انا استغرب السنه هذه مثل ما قلت، يعني يمكن امور النقل اللي صاحبت مشكله النقل اللي صاحبت فات التلفزيونات او القنوات او مي عارفه هي تنقل ولا ما تنقل الا باخر اللحظات يعني. ويمكن فقدنا تغطيتين من زملاء تلفزيونات خليجيه ما راح يغطون الموسم البطوله هذه بسبب خلاف مع الشركه الراعيه، لكن مثل ما قلت البطوله تسخن يوم بعد يوم، يعني من تبدا البطوله خلاص العالم تدش الاجواء وتشتعل كاس الخليج. لكن بس مثل ما قلت لك صعوبه النقل او عدم وضوح الرؤيه بالنسبه للنقل التلفزيوني يمكن هو السبب اللي ما خلى العالم يعني شوي يتفاعل مع قبل بدايه البطوله بفتره كافيه. طيب هل هناك تقصير اعلامي ماجد حول الاهتمام او الحديث او اعطاء هذه البطوله حقها؟ لا بالعكس، يمكن الملاحظه البسيطه نوعا ما بالعكس يشكرون الاخوان، حطوا موقع الكتروني صحيح للزملاء الاعلاميين لاصدار البطاقات الاعلاميه، لكن الملاحظه البسيطه يعني عدم السماح للجرائد او الصحف الالكترونيه. فاحنا بدوله الكويت يمكن عكس اخواننا بالمملكه، يمكن بدول الخليج ما عندنا ذاك العدد، او ما عندنا يمكن احنا نكاد نكون جريدتين رياضيات متخصصات فقط لا غير. فطلبنا هويه الى الان، فان شاء الله كلمنا الاخوان اللي نثق فيهم. الصحف الالكترونيه ما يقدر تجي يعني ترضى بالمركز الاعلامي او ترضى، انت محرر انت صحفي تبي تبحث عن حصريات، تبي تبحث عن تفاصيل خبر، تبي تبحث عن يعني كاس الخليج مفعم بالاخبار ومفعم بالاقالات، يمكن حتى اقالات المدربين كاس خليج سابقه، يعني يمكن ما بيقولك من زقالو بقولك من ريكاردو العام يعني. نعم طيب بنستكمل حديثنا، ننتقل لمطار الملك خالد الدولي ووصول المنتخب العماني، هناك احتفالات وعرضة عمانية، نتابع معكم هذه اللقطات من مطار الملك خالد الدولي على الهواء مباشرة ونعود لاستكمال حديثنا في هذه الحلقة. We'll be right back.
عرض السعودية احتفال وابتهاج للمنتخب العماني الذي وصل قبل ساعة لمطار الملك خالد الدولي. أعتقد لم يتبقى إلى المنتخب الإماراتي غدا وتكتمل جميع المنتخبات المشاركة في هذه البطولة. قبل الظهر وصل المنتخب القطري وأمس اليمن والكويت ولم يتبقى إلى منتخب الإمارات، بالإضافة المنتخب العراقي لم يتحدد وصوله حتى هذه اللحظة. أبو هيا، هناك تحركات، يعني خلينا أقول لك، حتى وإن كان أنت انتقدت قبل قليل الأجواء الإعلامية أو حتى عمل الإعلاميين أو الاهتمام بهذه البطولة، لكن هناك تحركات، يعني خلينا أقول لك لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. أنا ما أنتقد عمل الإعلاميين، الآن الإعلاميين الحاليين قايمين بعمل جيد وجميل، نتمنى أنه ضيق الوقت اللي وضع فيه أنه فعلا يتمكن من تقديم الأفضل والأفضل. أنا بس كنت أنتقد عملية عدم التعامل مع اللجنة السابقة، إلغائها، حل اللجنة السابقة في وقت ضيق جدا، لأنه اللجنة السابقة برئاسة الدكتور محمد بريان كانت عملت عمل كبير. أنت كنت موجود وقتها؟ كنت عضو فيها، رئيس أو عضو اللجنة. طبعا لما استقلت عضويتي راحت في اللجنة، وإنما يعني قصدك قطعوا شوط كبير؟ قطعوا شوط كبير، حتى أتذكر أنه يعني كثير سافروا، يعني زملاء من اللجنة سافروا لدول الخليج سواء لمقابلات تلفزيونية أو لأشياء تتعلق باللجنة، فإنه تجي وحلها كاملا هذه في وقت ضيق، هذا شيء يربك العمل الإعلامي في دورة الخليج. أكرر أنه هذه كانت خطوة خاطئة جدا، وحل اللجنة كان خاطئ جدا، الوقت كان ضيق. نتمنى من اللجنة حاليا أنه تقدر يعني تقوم بعملها في هذه الفترة القصيرة، يعني كلها أيام، كانت أيام وتبدأ الدورة وتم حل اللجنة السابقة. فنتمنى أنه تقدر هذه اللجنة أنه تتفادى الخطأ اللي حدث بعدم التعامل مع لجنة الدكتور بريان. أنا ما أتكلم عشان كنت عضو في اللجنة، أصلاً أنا استقالتي من اللجنة الإعلامية، من رئاسة اللجنة الإعلامية، خلاص تكون استقالة من اللجنة الإعلامية ومن اللجنة الإعلامية. حتى استقالتك أبو هيا ترى صاحبها جدل كبير، يعني أنت عارف في ناس كثير قالوا قدم استقالته، في ناس قالوا انه اقيل، في ناس قالوا لا انه أنا ما قلت. المشكله اللي حصلت انا قدمت استقالتي، واستقالتي عند الاستاذ احمد عيد مقدمها، لانه كان فيها يعني واسبابها شرحتها سواء بتويتر او بلقاءات تلفزيونيه، وقلت انه سببها هي عدم فاعليه الامانه العامه لاتحاد الكره. ما نشوف فعالية، كيف بنشتغل؟ أنت يعني سوء أداء، تقابل بسوء أداء. وأنا متعود يعني في شغلي، أنا يعني أعتبر نفسي خريج الشركة السعودية للأبحاث والنشر، الشركة لمدة 24 سنة وفي الشركة السعودية كمدير تحرير لجريدة الرياضية، رأس تحريرها في حالة غياب الأستاذ عبد العزيز الشرقي، بعدين مدير تحرير لجريدة الاقتصادية. فهذه العمل في الشركة السعودية هو عمل بروفيشنال. لما جيت الأمانة العامة تعامل معها، فوجئت بأشياء كثيرة اضطرتني، حاولت أتفادى أشياء ما قدرت. يعني ما تعاونوا معك بشكل كبير؟ ما في، يعني ما في، مش أنه عدم تعاون فقط، ولكن تحس أنه الأمانة العامة بحاجة إلى إعادة هيكلة، فعلا إعادة هيكلة بالكامل. وهذه هي أسباب استقالتي من رئاسة اللجنة، والدليل على عدم فعالية اللجنة أنه رئيس اللجنة الاستراتيجية في اتحاد الكرة
قال نفس الشيء اللي هو الدكتور عبد اللطيف بخاري واللي هو رئيس لجنة التقييم، قال إنه الأمانة العامة لاتحاد الكرة بحاجة إلى إعادة هيكلة وأن فعلا لا تتعامل باحترافية. أنا طيب. أتمنى من الأمانة العامة أنها تعيد حساباتها، لأنه الكرة السعودية مقبلة على إن شاء الله تكون نقلة نوعية، فلما تستمر بهذا العمل ما يكون هناك نقلة نوعية. أنت عندك الآن نقلة نوعية بالنسبة للنقل التلفزيوني، بالنسبة للمداخيل أصبحت الآن أكثر، فإن شاء الله يا رب يتغير الوضع. الآن الجدل على اتحاد الكرة حتى من ناحية البطولة الخليجية وتنظيم البطولة الخليجية، ويمكن الدكتور عبد اللطيف بخاري وعضو الاتحاد السعودي كرة القدم خلينا أقول لك فجر مفاجأة من العيار الثقيل لما قال البطولة الخليجية الآن أعضاء الاتحاد السعودي مبتعدين عنها، مبعدين، كأن هناك مش مبتعدين، مبعدين، وكان هناك أشخاص آخرين. هذا هو اللي واضح، يعني غرد الدكتور عبد اللطيف بخاري قال إنه يعني دورة الخليج بعيدة عن أعضاء وطاولات الاتحاد السعودي لكرة القدم، وتساءل هل هناك اتحاد سعودي آخر للتنظيم؟ فلما عضو بمكانة وقدرات الدكتور عبد اللطيف بخاري يغرد التغريد ويصرح التصريحات، فهذا معناه أنه هناك خلل بين الرئاسة العامة لرعاية الشباب والاتحاد السعودي لكرة القدم، أنه الرئاسة العامة هي التي سحبت الأعضاء اتحاد الكرة من تنظيم تنظيم دورة الخليج ووضعت أشخاص آخرين. إحنا لا ننتقد الأشخاص، لا ننتقد الذين وضعوا كمثل الرئيس التنفيذي الأستاذ عادل بطيب، بالعكس هو مقدرة إدارية جيدة، ولكن يعني أنا أنتقد. أنت تطرح تساؤل أين دور الاتحاد السعودي؟ وين دور الاتحاد السعودي؟ ما في، يمكن هذه المرة الأولى في تاريخ دورة الخليج إنه المنظم ما هو الاتحاد السعودي. وبعدين في نقطة مهمة في القوانين وفي قوانين الدورات الخليج. أرجع لك أبو هاي. في اللائحة مهمة هذه. اللائحة لازم يكون هناك ممثل الاتحاد السعودي أو ممثل الاتحاد المستضيف، لابد أن يكون في اللجنة الإعلامية. طيب. وهذا ما لم يتم. أرجع هالنقطة أبو هيا، لكن عندنا زميلنا عبد العزيز الحميد في مطار الملك خالد الدولي جاهز ولديه ضيف من المنتخب العماني. تفضل عبد العزيز. شكرا لكم نواف، الله يعطيك الصحة والعافية، متواصل معك من هنا من مطار الملك خالد طبعا الدولي، هذا المطار الذي استقبل اليوم وفدين حتى الآن على مستوى الوفد القطري الذي حضر، ومن ثم الوفد العماني الوفد القطري الذي كنا سعيدين جدا بعد التصريحات الذي كان متواجد معنا، وكان لهم تصريحات جميعا على مستوى اللاعبين، على المستوى الإداري، على المستوى الفني، لكن يبقى معنا المنتخب العماني المتحفظ والمتحفظ جدا. حاولت مرارا وتكرارا أن يكون معي العديد من اللاعبين، سواء على الحبسي، هاني الناهض، مدير الكرة، لكن رفضوا التصاريح بجانبي صالح طبعا البارحي، وهو أحد الإعلاميين من عمان. أقول لك الحمد لله على السلامة، وكنت مرافقا للمنتخب العماني. بسم الله الرحمن الرحيم، الله يسلمك. طبعا احنا وصلنا اليوم بلدنا وبلدنا الثاني طبعا المملكة العربية السعودية، استقبال رائع جدا طبعا، معروف عن الاخوان الاشقاء السعوديين طبعا هذا الاستقبال، العرض السعودي كانت حاضرة ما شاء الله، فبالتالي الحمد لله رب العالمين. نتمنى ان شاء الله نكون اضافة ان شاء الله في البطولة، ويكون المنتخب العماني حاضر في هذه البطولة ان شاء الله. كيف استطعت ان ترافق المنتخب العماني في الطائرة طبعا الخاصة الذي نقلتهم الى هنا في ظل هذا التحفظ الاعلامي الكبير؟ طبعا هو التحفظ الاعلامي مش من اليوم فقط، هو طبعا من خلال الفترة الاخيرة، خاصة بعد مباراتنا امام المباراه امام المنتخب الاورجواي اللي خسرناها 0-3، بدات الامور شويه
نوعا ما تاخذ منحه اخر من قبل المعنيين على المنتخب. وطبعا احنا كاعلاميين تقبلنا الامر بصدر رحب تماما، بالاضافه الى ان المنتخب حاليا يمر ببعض الظروف الغير ايجابيه للامانه، يعني اصابه عماد الحوسني في التدريب الاخير في مباراه اليمن، اصابه محمد غسان البديل الاول لعماد الحوسني، اصابه فايز رشيد محمد الشيبي، اذا الامور شوي نوعا ما اخذت جانب اخر. فبالتالي اعتقد ان الاخوان في الجهاز الفني والجهاز الاداري والمنسق الاعلامي المنتخب اخذوا هذا الجانب حتى يبقى المنتخب بعيدا عن الضغوطات. الان المنتخب ممكن يكون له ضغوطات كبيره بعد الابعاد هذا الكبير، يعني اكيد اللاعبين يريدون تصاريح والظهور في الاعلام، انا العديد من اللاعبين اللي التقيت فيهم يبغون يصرحون. والله شوف في وجهه نظر الشخص، يعني وجهه نظر من الجهاز الفني بالامانه، يعني مش 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 فقط منذ وصول مطار الملك فهد، لا الملك خالد عفوا، مثل ما قلت لك في الفتره الاخيره الجهاز الفني اتخذ هذا الاجراء حتى يبعد اللاعبين عن الضغط، خاصه وان المنتخب تعرض الى ضغوطات في الفتره الماضيه بعد الخساره من الاوروغواي 0-3 والاداء اللي ظهر بالمنتخب، وبالتالي ارتاء الجهاز الفني ان يبعد اللاعبين، خاصه وان اعظم مغلب اللاعبين حاليا معظم اللاعبين حاليا هم من لاعبين قليل الخبره، وبالتالي اعتقد ان الامر ياخذ منحى اخر بالنسبه للجهاز الفني. يعطيك العافيه. الله يسلمك. شكرا لصالح البارحي، كنا نتمنى ايضا ظهور معنا احد اللاعبين على مستوى المنتخب العماني، بيكون معنا ايضا الاستاذ عبد الله الدايل وهو رئيس لجنه العلاقات العامه بدوره كاس الخليج العربي، الاستاذ عبد الله الدايل اللي كان طبعا متواجد في استقبال العديد من الفضلاء. يعطيك الصحه والعافيه ابو عبد الرحمن، كان مجهود كبير هذا اليوم استقبال المنتخبين، ايضا المنتخب البحريني اللي راح يصير اليوم. صحيح، اليوم تم استقبال المنتخب القطري الساعة 11:30، تم استقبال المنتخب العماني الساعة 12:30، ورئيس الاتحاد العماني تم استقباله. الآن عندنا الرئيس الاتحاد البحريني مع الفريق جايين في طائرة واحدة الساعة 5 على الخليجية، وعندنا الليلة برضه المنتخب العراقي الساعة 10:30 مع وزير الشباب الرياضة في العراق إن شاء الله. والمنتخب الإماراتي هو المنتخب الغدا الحالة. المنتخب الإماراتي لأنه في الدمام عسكر، يعني أموره طيبة، ما عندنا مشاكل جوازات ولا شيء، يعني أموره طيبة إن شاء الله. خل بتكلم معك أيضا عن هذا المجهود الكبير ما شاء الله والكوادر البشرية السعودية اللي شاركت معكم هذا اليوم، قادرين إن شاء الله نحقق شيء أفضل من خلال التنظيم ومن خلال الاستقبالات ومن خلال ما نبغى أي خلل يعني. شوف اقول لك، احنا بالنسبه لنا مكشوفين، انتم منتشرين ما شاء الله عليكم في كل مكان، فاي غلطه بتنبان علينا على طول، يعني ما فيها كلام لا من الاعلام لا من الصحافه ولا شيء، بس ان شاء الله ان شاء الله. هو الغلط وارد في اي مكان، وفي تقصير وارد يا منا يا من الضيوف بعد، يعني ممكن الضيوف ما يعطونا خبر عن واحد ما مع تاشيره، عن واحد ما، يعني في امور تصير، بس احنا قاعدين في هذا نحاول ما يصير فيه اي شيء، والتوفيق باذن الله سبحانه وتعالى، ودعاكم لنا ان شاء الله. شكرا لك بالتوفيق، ان سعيدين طبعا ان نساهم في انجاح هذه الدوره لنا تهمك يا سعود. ان شاء الله ان شاء الله، الله يوفقكم. شكرا. اذا مشاهدينا الكرام، كان معنا رئيس لجنه العلاقات العامه بدوره كاس الخليج العربي 22 عبد الله الدايل. ايها المشاهدين الكرام، طبعا بندر انا كنت متواجد من هنا ان شاء الله من ساعات مبكره، ان شاء الله الزملاء يكونوا متواصلين معك ايضا من اماكن مختلفه السعوديه الرياضيه منتشره في نقل وربط على الهواء مباشره في العديد من الاماكن. تفضل ابو نواف. شكرا لك عبد العزيز، يعطيك العافيه، وكل الشكر لكل الجهود المبذوله في مطار الملك خالد الدولي. هناك مجموعة من الآراء، أنا قبل ما أنتقل زميلنا ماجد المهندي في الكويت على حسابي في تويتر عبد الله برباع يقول يا ريت نبتعد عن انتقاد الإعلام وتشكيل لجنة إعلامية ونطوي صفحة الانتقادات وأعطونا صفحة التفاؤل. متفائل أبو هيا؟ إن شاء الله في التفاؤل في العمل، في العمل الإعلامي أو العمل تنظيمي ان شاء الله يكون في وفي حرص يعني على المواضيع هذه، لكن ما يمنع انه نقول اللي صار، يعني ما نقدر ما نقول اللي صار. صح صح، هذا شيء صار، ما صحيح نقدر نكذب ولا نتجمل ولا مجاملات على حساب وطننا، هذا وطننا، والامير التركي بن عبد الله امير منطقه الرياض رفع شعار اسماء وطننا امانه. وطننا أمانة، فعلا لازم نقول اللي صار، لازم ننبه إذا في أخطاء ننبه، وهذا دور الإعلام. طيب أيضا أبو غيدة، مجهود رائع تشكرون عليه تغطية وصول أخواننا في دول الخليج، هذا واجبنا أبو غيدة. عبد العزيز العصيمي على حسابي في تويتر يقول أبو نواف الحين لو ما عندنا كأس الخليج كان ما نشوف المنافسات المنتخب إلا كل ما يقارب 4 سنوات في آسيا وكأس العالم فقط. أبو راشد أو راشد قبل شوي أي هذه تغريدته يقول المشكلة منتخب مبارياته على الأبواب
والناس جالسة تتشمت بالهلال إلى الحين، يتكلم عن خروجه الهلال في البطولة الآسيوية. والله شوف أخوي راشد ولكل المتابعين، أنا قبل شوي قبل ما أجي هنا على الاستديو استوقفني أحد المتابعين المعجبين للبرنامج وقال لي اليوم وش عندكم، كان يسألني وش عندكم وش راح تطرحون، ويعتقد أن كنا نفتح الحلقة أو نستكمل حلقتنا مثل بقية حلقات حديثنا عن الدوري السعودي ومباريات والهلال والنصر وغيره. يتولح أن اليوم إن شاء الله تبدأ انطلاقتنا الخليجية من القناة الرياضية وبقية البرامج، وبرنامجنا إن شاء الله بنخصصه للصحافة الخليجية، ضيوف خليجيين، مواضيع خليجية، صحف خليجية. قال لي والله تكفى فكونا من الهلال والنصر وفكونا من وجع الراس، خلونا نركز في هذه الأيام على المنتخب وعلى الحديث الخليجي والبطولة الخليجية. قلت له أبشر إن شاء الله بنحاول قدر المستطاع هنا، ولو أن الهلال، النصر، الاتحاد، الشباب، الأهلي، أركان الكرة السعودية لابد أن نتطرق لهم ما بين فترة أخرى، لكن قدر المستطاع نحاول المساحة الكبرى نعطيها للمنتخب السعودي. ماجد، بالنسبة للكويت والصحف الكويتية، هل هناك الفترة الماضية مساحات في الصحف أفردت للبطولة الخليجية، لاستعدادات المنتخبات الخليجية لهذا الحدث المهم؟ لا شك أبو نواف، يعني أن مع كل بطولة كل الأقسام بالصحف، الزملاء اللي خصص ملف، هذه مساحة كأس الخليج، مساحة للإبداع، مساحة للتميز، مساحة للإنفراد. لا شك أن كأس الخليج تغلب، يعني أغلب الصحف الورقية 7 إلى 6 صفحات ملحق كل صغيرة وكبيرة. الصحف الإلكترونية حطت أقسام خاصة بكأس الخليج. هذه بطولة بالعكس الكل يهتم فيها والكل يبحث عن التميز فيها والكل يبحث عن ما يميز عن غيره. بالعكس لما تفتح الجرائد تستمتع بأخبار، تستمتع يعني المعلومة ما راح تنقص المشاهد، هذا أكيد. المعلومة راح توصل بأي مكان، سواء بوسائل التواصل، سواء بالصحف المطبوعة. بالعكس التفاعل من كل دول الخليج قاعد ألاحظ الصحافة، وأعتقد في مسابقة كل بطولة خليج تقام لأفضل قسم رياضي، لأفضل تغطية صحفية، لأفضل صحفي بكأس الخليج. وهي سباق بالنهاية، المنتخبات تتسابق على الكأس وحنا نتسابق على الإبداع إن شاء الله. طيب نبدأ مع جولتنا الصحفية، وزميلنا فيصل العصيمي اختار لكم مجموعة من العناوين نبدأها من صحيفة الوساطة البحرينية. في صحيفة الوسط البحرينية، الرياض تتزين للعرس الخليجي وفعاليات فنية وترفيهية. عطنا صوت الميوزك في الاستوديو فهد، خلنا نعيش الأجواء الخليجية. في صحيفة الوسط البحرينية، بدأت العاصمة السعودية الرياض في كامل جهوزيتها لاستضافة الحدث الرياضي الخليجي الكبير، إذ تزينت شوارع وميادين الرياض بعدد كبير من اللافتات واللوحات الإعلانية والترحيبية الخاصة باستضافة العرس الخليجي في دورة كأس خليج 22 لكرة القدم الذي سيفتتح يوم بعد غد الخميس. وأقام أمير منطقة الرياض الأمير تركي بن عبد الله بن عبد العزيز مساء أمس الاثنين في مركز الملك عبد العزيز التاريخي بالرياض حفل عشاء خاص يمثل ترحيب إمارة منطقة الرياض بسفراء الدول المشاركة في دورة كأس الخليج وتكريم الرعاة الداعمين للدورة، إضافة إلى التقاط الصور التذكارية مع كأس الدورة. كما دشنت إمارة منطقة الرياض موقع إلكتروني وقنوات التواصل الاجتماعي خصيصا لهذه المناسبة حتى يوم 26 من شهر نوفمبر مع انتهاء مباريات دورة كأس الخليج في عدد من المواقع في مدينة الرياض يشرف عليها فريق عمل تنفيذي من إمارة منطقة الرياض. أيضا وفي ذات الإطار تنظم إمارة منطقة الرياض فعاليات متنوعة على هامش البطولة الخليجية في عدد من المواقع في مدينة الرياض، إذ ستبرز هذه الفعاليات تراث وثقافة الدول الثمان المشاركة من خلال أمسيات ثقافية يشارك بها عدد من الشعراء والمثقفين والمفكرين، إضافة إلى معرض للصور التاريخية وعروض فلكلورية لفرق من دول الخليج وحفل غنائي. أيضا تم تخصيص عدد من شاشات النقل التلفزيوني في المنتزهات والمواقع التجارية بالرياض لعرض مباريات الدورة مباشرة، إلى جانب إقامة مسابقات وفعاليات ترفيهية، فضلا عن مهرجانات المأكولات الخليجية يشارك بها 7 طباخين من دول
الإمارات والبحرين وقطر والعراق والكويت وسلطنة عمان واليمن لإعداد أطباقهم الخاصة بدولهم وتقديمها للجمهور لتذوقها والتعرف عليها في عدد من المراكز التجارية. أخيرا تشمل فعاليات تنظيم بطولة الخليج لكرة القدم الإلكترونية في الصالات الخضراء بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي والتي يلتقي فيها أبطال دول الخليج في هذه اللعبة، ورصدت لها جوائز قيمة إذ سينال صاحب المركز الأول جائزة قيمتها 100,000 ريال والمركز الثاني 50,000 والمركز الثالث 25,000 ريال. جهود كبيرة من قبل إمارة منطقة الرياض بالفعل أمير تركي بن عبد الله، وتطرقت له قبل شوية أبو هيا، يقدم جهود كبيرة وكبيرة جدا في إعطاء هذه البطولة حقها وأيضا في الترحيب بالأشقاء الخليجيين بأجمل ترحيب يليق بهم. ماجد، الجميل في مثل هذه البطولات أو هذه التجمعات هناك أحداث أو خلينا أقول لك فعاليات مصاحبة على هامش هذه البطولة، يعني هناك تنويع ترفيهي اجتماعي أيضا حتى بالنسبة للعائلات. هذا الهدف من بطولات كأس الخليج، يعني بغض النظر عن الفوز بالكأس، بغض النظر عن التنافس، هناك روابط اجتماعية، هناك انتشار ثقافات، هناك تواصل. يعني البطولة هدفها أول ما أقيمت يعني لم الشباب الخليجي لما تواصل لاندماج الشعب، لاندماج الشباب، لاندماج الثقافات والعادات والتقاليد. يعني الأكلات هذه شغلة طريفة اللي عرضوها بكل فريق، فراح تشوف متفننين. أيضا هناك يعني حضرت أنا كذا بطولة، بطولة إطابة في البحرين، كان في ندوات، كان في دورات، كان في بعد ورش عمل للصحفيين وللإداريين، الكل يستفيد منها. بالعكس يعني بطولة بإذن الله تجمع خليجي تربوي ثقافي قبل أن يكون رياضي. أبو هيا، احنا في فترة غدا وجابوا لنا طاري مأكولات الخليجية. اي جوعتونا زيادة اللي بنغديكم اليوم عندنا. خلاص اوكي. الله يحييك ابو هيا. في فعاليات مصاحبة الآن للبطولة بالإضافة للمأكولات الخليجية، هناك أيضا شاشات عرض، هناك احتفالات خاصة. خلينا أقول لك انتشار للبطولة الخليجية بالإضافة لتزيين مدينة الرياض باللوحات الإعلانية. في اهتمام طبعا، اذا كنا انتقدنا شيء معين فلا بد انه احنا نعرض السلبيات والايجابيات، وهذا هو النقد، انك تنتقد السلبيات وتمتدح بالايجابيات. هناك اهتمام من سمو امير منطقه الرياض، وانا اقترح يكون هناك مثلا امسيات ثقافيه وشعريه، تجمع ثقافي لادباء الخليج، هذا راح يكون له صدى يعني كبير اعتقد. في من ضمن جدول البطولة الخليجية هذا شيء جميل، هناك أمسيات شعرية، هذا شيء جميل، ولأنه احنا عارفين يعني أنه دورة الخليج هي دورة تضم أو تحتضن دول الخليج وتحتضن أبناء الخليج، ولا بد أنها تحتضن أبناء الخليج في كل المجالات سواء الثقافية أو الرياضية أو الاجتماعية. وإن شاء الله نشاهد دورة ساخنة، وإن شاء الله نشوف الملح البطولة هذه. فيها بطولة الخليج دائما تظهر بأشياء رائعة وأشياء جميلة، ويتابعها مثل ما ذكرت تبع الكثيرين، مش الخليجيين بل العرب في كل الدول العالم، لأنه القناة الرياضية الحمد لله واصلة لكل دول، لكثير من دول العالم. جميل. قبل يومين أنا غردت في حسابي حول الفعاليات المصاحبة لبطولة خليج 22 في 13 نوفمبر، إن شاء الله بيكون هناك في فلكلور شعبي، ومن 13 نوفمبر بداية البطولة وحتى 26 هناك عدد من الفعاليات الترفيهية والتسويقية وأسر منتجة. ايضا بيكون هناك من ثاني يوم في البطوله 14 نوفمبر الى 20 نوفمبر مهرجان للمأكولات الخليجيه، ويستمر ايضا في 15 نوفمبر الفلكلور الشعبي، الامسيه الشعريه ابو هيا في 15 نوفمبر ان شاء الله حتى موقعها في مركز الامير سلمان الاجتماعي في 7:30. ايضا بطوله الخليج الالكترونيه لكره القدم اللي تطرقنا لها قبل شوي تبدأ في 20 نوفمبر وحتى 22 نوفمبر،
ويختتم أو تختتم هذه الفعاليات بمهرجان آخر للمأكولات الخليجية في 22 من نوفمبر. يا بندر مش بس أمسية شعرية وإنما أدباء وشعراء الخليج يلتقون في الرياض ليكون هناك ندوات. صحيح. وفكرة البطولة ليس فقط لممارسة كرة القدم. لا. الالتقاء هو من أهم أو من أسمى أهداف البطولة الخليجية اللي تقام كل سنتين في بلد خليجي. أنتقل لزميلنا وائل القحطاني في المركز الإعلامي، لديه ضيف جديد. طيب حتى يجهز ضيفنا ناخذ العنوان الثاني فيصل في صحيفة الرياضي الكويتية. اليوم اختار لكم زميلنا فيصل العصيمي عنوان حول مدربي كأس المنتخبات الخليجية، وهذا العنوان في صحيفة الرياضة الإلكترونية: مدرب كأس الخليج 4 في 4. طبعا يرأس تحرير هذه الصحيفة زميلنا ماجد المهندي اللي تواجد معنا عبر أقمار الصناعية من الكويت. جاء في تفاصيل هذا الموضوع: يترقب الشارع الرياضي الخليجي انطلاق بطولة كأس الخليج 22 والمقرر إقامتها في العاصمة السعودية الرياض خلال فترة من 13 وحتى 26 نوفمبر، حيث تنطلق البطولة بمواجهة نارية تجمع منتخبي السعودية وقطر الساعي نحو تحقيق أول لقب له خارج الديار. تشهد البطولة مشاركة 8 منتخبات هي السعودية، الكويت، قطر، البحرين، سلطنة عمان، العراق، اليمن والإمارات. أيضا نجد أن هذه البطولة لها طعم خاص، حيث هناك منافسة من نوع آخر ستكون على أشدها بين المدربين 8، يسعى كل واحد منهم في تحقيق الفوز باللقب. من المفارقة الطريفة أن بطولة خليجية تشهد تواجد 4 مدربين ينتمون إلى الجنسية العربية، والحال ينطبق على الجزائري جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب قطر، والعراقي عدنان حمد المدير الفني لمنتخب البحرين، ومواطنة حكيم شاكر المدير الفني لمنتخب العراق، بينما نجد المدرب الوطني مهدي علي المدير الفني للمنتخب الإماراتي، والذي يسعى إلى تسجيل اسمه بأحرف من ذهب في حال تحقيقه قيادة منتخب بلاده للفوز باللقب المرة الثانية على التوالي، خاصة أنه يخوض غمار خليج 22 كحامل للقب. بينما نجد المنتخب السعودي مستضيف الدورة يدخل أجواء البطولة تحت قيادة فنية إسبانية لوبيز كارو، والذي يسعى إلى إعادة أمجاد الكرة السعودية من جديد وقيادة الأخضر إلى منصات التتويج، فيما يقود تدريب الأزرق الكويتي مدرب يحمل جنسية برازيلية البرتغالي فييرا، والذي يأمل في تحقيق اللقب رقم 11 للكرة الكويتية، فضلا على جماهير الأزرق متفائلة بقدرة مدربها على تحقيق اللقب، خاصة وأن الظروف الحالية من تواضع نتائج منتخب الكويتي في مباريات الودية قبل انطلاق البطولة تبدو مشابهة لما كان عليه المنتخب العراقي عندما تولى فييرا مسؤول التدريب أسود الرافدين، ونجاحه في تحقيق لقب كأس آسيا عام 2007 في إنجاز تاريخي للكرة العراقية. أخيرا منتخب عمان يقوده مدير فني أجنبي يحمل الجنسية الفرنسية، وهو المدرب بول لوغوين، وأيضا المنتخب اليمني يأمل بتحقيق أول انتصار من خلال المدرب الحالي للمنتخب اليمني وتحقيق أول انتصار في البطولة الخليجية منذ مشاركته في هذه المسابقة. ماجد، هناك تفاؤل في الشارع الكويتي حول مشاركة المنتخب الكويتي في هذه البطولة وتحت إشراف هذا المدرب؟ أبو نواف، أنا اليوم الصبح سألني مغرد يعني بوسائل التواصل الاجتماعي رأيك بحضور منتخبنا، يعني دورت أي وصف لم أجد إلا كلمتان: منتخبنا مخوفهم ومخوفنا. يعني مو حنا عارفين المنتخب شلون بيصير، يعني السمعة والأداء والحالة المعنوية التي يتميز فيها اللاعبين سبحان الله بكأس الخليج ترسل لنا إيحاء أو أريحية بالتفاؤل. المعطيات والاستعداد واللي قبل البطولة المرافق البطولة كله سلبي، يعني ما في أي تفاؤل. لكن مثل ما قلت لك، ثقتنا بأبناء اللاعبين، بالروح اللي يملكونها في الملعب، بالهيبة الأزرق اللي تحضر وياها بطولة كأس الخليج إذا حضر،
نوعا ما. واعتقد هذه الامور اعتقد انها بدات تلاشى يعني خلاص، يعني ما في الروح ما تكفي لحالها الا بحالات نادره يمكن. وفييرا اليوم صدم الشارع الكويتي، فاجأ الشارع الكويتي مع يعني ساعات الصباح الاولى باستبعاد افضل لاعب بالدوري، افضل لاعب فيصل العنزي هداف فريق نادي السالميه، استبعده مع لاعب الوسط سلطان العنزي ولاعب الوسط شريد الشريده. فهذا كل الشارع الكويتي اللي تدخل وسائل التواصل الاجتماعي حاله غضب عارمه لاستبعاد لاعب يعتبر نوعا ما من افضل اللاعبين المتنبئين لانه يتميز بالرياض، بالإضافة إلى سيف الحشان اللي حرمتنا الإصابة وحرمت كأس الخليج من اكتشاف نجوم كما عودتنا. يعني كأس الخليج كل سنة لها بطولة، كنا في تفاؤل بالشارع الكويتي على فيصل العنزي وعلى سيف الحشان. سيف الحشان إصابة وفيصل العنزي استبعد اليوم فييرا بقرار مفاجئ للأمانة. يعني الشارع الرياضي كله حالة غضب يعني على المدرب. يبقى عاد حظوظ المنتخب، يعني فييرا ولوبيز أعتقد تشابهون يعني عند لو تكلمنا يتشابهون بالحاله، الكل يعني داش البطوله هذه يعني نفس اللي تنتظر المقصله، نفس الاوضاع بالضبط، حاله غضب عالي مع المدربين. فلوبيز وفييرا الله يعينهم هالبطوله هذه. بس اللي انا عارفه ماجد، المنتخب الكويتي في البطولات الخليجيه يعرف كيف يتعامل معها، يعرف كيف طريقتها، يعرف يفك شفراتها، فبالتالي حتى وان كان هناك بعض الملاحظات، بعض الانتقادات اللي توجه المنتخب أو حتى عدم جاهزية، المنتخب الكويتي يعرف كيف يتعامل معها. مثل ما قلت لك أبو نواف، يعني قلت لك هذا بس بالعرض، وهذا الشيء اللي يعني نوعا ما متعلقة فيه أو الأمر اللي متمسكين فيه بالروح، اللي يعني في معلقين أو محللين وناس وايد كتبوا كلمات جميلة، يعني بلا احتراف بلا منشآت يكفي أن تقول لهم من أجل الكويت. هذول اللاعبين طبقوا الجملة هذه بكذا بطولة. بس خلينا نكون صريحين وواضحين، يعني البطولة خلاص، يعني اللوازم الأساسية لأي مباراة أو لأي بطولة في العصر الحالي تحتاج إلى احتراف، تحتاج إلى خبرات فنية، تحتاج إلى خبرات كوادر مدربين فنية، تحتاج إلى أكثر من الروح. نعم. يعني منتخب الإمارات العام البطولة الماضية طبق كل شيء من الكلام هذا، يعني منتخب وصل أولمبيات، مدرب قدير، لاعبين نجوم، احتراف، وطبق كل الجمل هذه. طيب أنا برجع أستكمل حديث عن مدربين منتخبات الخليجية، أتحول لزميلنا وائل القحطاني في المركز الإعلامي. وائل تفضل. شكرا زميلي بندر شهري وضيفك الكرام، بالتاكيد متواصلين معكم مشاهدينا الكرام من هنا من مقر المركز الاعلامي، لا زلنا في استقبال الوفود الاعلاميه المشاركه والمصاحبه لمنتخباتهم في دوره كاس الخليج 22. ينضم الى جانبي احد الاعلاميين الخليجيين الاشقاء من دوله الامارات، الاستاذ احمد الحوري رئيس قسم الرياضي بجريده البيان الاماراتيه، احييك عبر السعوديه الرياضيه، واهلا وسهلا بكم في بلدكم المملكه العربيه السعوديه. طبعا احنا في بلدنا الاول المملكه العربيه السعوديه، اشكرك في البدايه على اتاحه هالفرصه لان اكون معكم في هذه القناه الجميله جدا، احييك واحيي الساده في الاستوديو. اكيد نحن سعداء جدا بوجودنا في هذه الارض الطيبه بين اشقائنا في المملكه العربيه السعوديه. استاذ احمد، دائما اول سؤال يتبادر الى ذهن يمكن المذيع خصوصا الاشقاء الاعلاميين في بطولات الخليج، دائما الدوله المستضيفه تتزين قبل البطوله باسبوعين ثلاث اسابيع فرحا بهذا البطوله، يعني تؤكد التواصل وتزيد من عواطف الشام ما بين الشعوب الخليجيه. كيف رايت الرياض وهي متزينه باستقبال الوفود الخليجيه؟ الرياض جميله باهلها طبعا، بناسها، بقيادتها، مثل ما اقول لك يمكن ما يؤخذ كلامي من جانب النقد، لكن انا بالفعل تفاجات من طريقي من المطار إلى مقر الإقامة أن ما كانت فيه اللافتات اللي تدل على أن في حدث كبير مثل كأس الخليج أو دورة الخليج في الرياض. يعني المال إن شاء الله يكون المانع خير. أيضا في مقر إقامة الوفود في الماريوت في مجموعة الإمارات أيضا ما حسيت أن هناك في شيء، يعني لا بنر لا علم لا في شيء. طبعا بروح الصحفي تساءلت عن هذا الموضوع، قالوا أن في اتفاق بين اللجنة المنظمة ومقر الإقامة أي إدارة فندق ماريوت أن ما يبتدون يحطون الإشارات أو أي لوحات إعلانية
إلا تاريخ 12، هذا اللي سمعته. لكن الشيء الجميل والمبهر طبعا هو هذا المكان الجميل، المقر اللجنة الإعلامية مقر جميل جدا، المقر الإعلامي رائع جدا، صراحة مفخرة لكم ولنا كخليجيين بالطبع. يعني ان شاء الله ما في قاصر من خلال تواجدكم يعني في المركز الاعلامي توفر يعني توفر جميع سبل الراحه والتسهيلات ايضا. طبعا طبعا، وانا اكرر لا تاخذ كلامي كنقد، في البدايه هو كلام محب للسعوديه ولاهل السعوديه في بدايه اول جزئيه، لكن كما ذكرت هنا الشيء الجميل اللي افرحنا اسعدنا، كل ما هو موجود متوفر، كل ما هو مطلوب كاعلامي سواء صحفي او إعلامي مرئي موجود متواجد، صدر الرحب لشاهدنا من الجميع، وهذا مو بغريب عليكم يا أهل السعودية، جميل جدا، متعاطين معنا بكل حب وأريحية، هذا شيء جميل جدا. أستاذ أحمد، نعود لأجواء البطولة ولدورة خليج 22، يعني فيها أولويات يمكن نقول ما بقول يعني كثيرة، لكن فيها أولويات، فكرة إقامة أو فكرة ترشيح منتخب خليجي، الاستفتاء لاختيار المنتخب الخليجي، أيضا مراقبين للمباريات يمكن لأول مرة في مباريات دورات كأس الخليج مختصين في إدارة المباريات يعني أو مراقبة الحكام، كيف رأيت هذه الأولويات؟ طبعا هي دورة الخليج لابد أن تتطور مع تطور الزمن، لابد أن تدخل في التقنية الحديثة اللي شاهدناها في بطولات العالمية، كل هذه الأمور كل ما تطور الشأن الكروي لابد أن تتطور مع كأس الخليج. كأس الخليج مثل ما ذكرت يمكن هي دورة استثنائية، دورة استثنائية بكل ما تحمل الكلمة من معنى، لها أجواءها الخاصة، لها طبعها الخاص، لها روحها الخاصة، لكن هذا التطور يجب أن يتوافق مع تطور البطولة. المراقبين أمر مطلوب، ويمكن السنة القادمة أو الدورة القادمة نشوف أيضا 6 حكام، الحكام 5 مثلا مراقبين الخطوط خلف المرمى، أيضا ربما نشوف الخط الوهمي، هذه الأمور طبعا بتتطور مع تطور الكرة. المستوى الفني للبطولة تشوف أنها يعني مع فكرة إقامة المنتخب الخليجي واختيار لاعبين من المنتخبات الخليجية المشاركة لتمثيل المنتخب الخليجي أيضا للعب مباريات دولية يمثلون الخليج، تشوف أنها راح تقوي من المستوى الفني للبطولة أن كل لاعب سيظهر ما لديه حتى يثبت اسمه كأول منتخب خليجي؟ يعني يمكن اللي عاصر فترة منتخب الخليج، ذلك المنتخب الذي ضم أسماء كبيرة، جاسم يعقوب، فيصل الدخيل، حمود سلطان، طرابلسي، هذه الأسماء اللي كانت في هذه الأيام، ماجد، هذه التجربة يجب أن تكرر، وللأسف ابتعدت فترة طويلة، أخذت حيز كبير من الزمن. أعتقد أن تشكيل منتخب خليج حتى لو كانت مناسبات ودية شيء أمر ضروري، أمر أيضا يرفع من مستوى اللاعبين في دورة الخليج. الاستفتاء أيضا الجميل اللي عملته لجنة الإعلام الخليجي أيضا، هذا أيضا في طريقة لرفع نسبة التفوق لدى اللاعبين، هذه كلها أمور مثل ما تقول لك تدفع هذه البطولة المزيد من المتعة، مزيد من الإثارة، مزيد من التقدم والتفوق. طبعا أبسألك عن سر في هذه البطولة، بطولات الخليج دائما ما نشاهد مباريات كأس الخليج تختلف عن أي مباراة تقام عندما يلتقيان تصفيات كأس آسيا، تصفيات كأس العالم، منتخبين خليجيين عندما يتقابلون في منتخب في دورات الخليج منافستها تختلف عن منافسات أخرى، إيش السر الموجود في بطولات الخليج؟ السر هذه البطولة أخوي العزيز، السر أن هذه البطولة منذ نشأتها بطولة تحديات، بطولة الشيوخ مثل ما يسمونها، التحديات الله يرحمهم فيصل بن فهد الله يرحمه، فهد الأحمد رحمة الله عليهم، كل هذه الأسماء هي اللي أعطت هذه البطولة هذا الزخم وهذا التفوق داخل الملعب. يمكن هذه البطولة الوحيدة اللي تدخلها ما تعرف من البطل، ممكن الترشيحات تكون للسعودية للإمارات، لكن في النهاية تشوف بطل آخر، بطل يطلع من البطولة، أي حدث يحصل في البطولة قد يسبب أو قد يغير هيكلية البطولة بشكل عام. لذلك هذه البطولة مثل ما قلت بطولة استثنائية، أبدا لا تعترف بالمقاييس، لا التوقعات، لا التكهنات المسبقة. مثل ما أقول لك يمكن الغالبية هنا في السعودية يقولون النهائي بيكون إماراتي سعودي، ولكن في أرض الواقع بعد ما نبتدي أول جولة ممكن الأمور كلها تتغير.
بسألك عن منتخب الإمارات. منتخب الإمارات يمكن العين عليه لأنه هو آخر من حقق هذه البطولة في دولة البحرين الشقيقة. كيف هي الاستعدادات؟ كيف الشارع الرياضي الإماراتي كيف متفائل أو غير متفائل مع يعني تطور مستويات المنتخبات الخليجية؟ حتى يمكن في تصريح لمنتخب مدرب المنتخب اليمني يقول إحنا جايين ننافس وأيضا نحصد اللقب. طبعا هو من حق كل مدرب من حق كل منتخب أن يدخل المنافسة، هذا حق مكفول للجميع. منتخب الإمارات كما ذكرت هو منتخب يمتلك الحضور كونه حامل اللقب، منتخب السعودية يمتلك الحضور لأن يلعب على أرضه بين جماهيره، هذه يمكن هذين المنتخبين هم الأكثر ترشيحا لأن هذا بطل وهذا صاحب أرض، والمنتخب السعودي يطمح للتحقيق هذا. لكن أيضا لا ننسى أن هناك في بطل تحب هذه البطولة أو لا أو منتخب تحب هذه البطولة، المنتخب الكويتي. هذه بطولة الخليج تعشق منتخب الكويت بكل صورها، سبحان الله في بطولات كان المنتخب الكويتي بعيدا تماما عن التوقعات قدر أن يفوز باللقب. منتخبنا منتخب الإمارات الوطني استعد في المرحلة الأخيرة في الدمام عندكم السعودية عشان تكون الأجواء مشابهة، سوف يصل إن شاء الله يوم غد. بعض الشارع الكروي الإماراتي متخوف من النتيجة خاصة ما قبل المباراة الأخيرة، فزنا على لبنان في المباراة التجريبية الأخيرة، ولكن ما قبل الأخيرة مع أوزبكستان الخسارة بأربعة أهداف ربما عملت شيء من صدمة لدى الجمهور. لكن أعتقد أن مع أول مباراة مع منتخب سلطنة عمان منتخب الإمارات إذا قدر أن يجتاز هذه المباراة بأداء وبمستوى جيد أعتقد أن سيعزز من حظوظه ومن ترشيحاته في هذه البطولة. يعطيك العافية أستاذ أحمد الحوري رئيس القسم البيان رئيس قسم الرياض بجريدة البيان الإماراتية، شكرا لك. شكرا لك، شكرا لك، والتحية موصولة لكل الموجودين في الاستوديو. توفيق لك. الله يسلمك. إذا مشاهدينا الكرام كان حديث الأستاذ أحمد الحوري رئيس قسم الرياضي بجريدة البيان الإماراتية، تحدث عن أمور كثيرة. أعود بالصوت والصورة لزميلي بندر الشريف في الاستوديو. بندر تفضل لك الكلمة. شكرا وائل. حتى زميلنا الإماراتي إعلامي إماراتي هو رئيس قسم الرياضي بصحيفة البيان الإماراتية يقول البطولة تحب الكويت. نعم البطولة خليجية تحب الكويت أكيد، حتى وإن كان الكويت المنتخب الكويتي فيه نواقص ولا فيه ضعف ولا تغييرات. طبعا 10 ألقاب لمنتخب الكويت وهذا عدد كبير، وفعلا هي تعشق منتخب الكويت، لكن أيضا البطولة تعشق المفاجآت أحيانا كثيرة، مفاجآت صارت فاز فريق ما هو متوقع أنه يفوز، مثل المنتخب العماني في لما فاز ما كان متوقع له الفوز. أيضا النتائج في نتائج بنتائج كبيرة ظهرت فيها الدورة، يعني النتائج وصلت للرقم 7 وصلت، وهذه مثل ما تعشق منتخب الكويت تعشق الإثارة وتعشق أيضا اللعب، أيضا الكرة تعطي من يعطيها، فلما تعطيك البطولة تعطيها مستوى تعطيها أهدافا راح تعطيك بطولات وراح تعطيك بطولة بالنسبة لأي فريق. أما أنك تركن للهدوء وللبرود وتقول أن هذه البطولة تعشق الكويت فإنه أكيد لن يكون هناك مستوى جيد ولن يكون هناك بطل، وإحنا نتمنى بما أننا سعوديين أن البطولة تعود للسعودية فالفريق يلعب على أرضه وبين جماهيره، والفريق كأفراد فريق جيد صراحة في كل المراكز. صحيح. تشعر بتفاؤل أبو هيا؟ أنا أحس بتفاؤل فعلا، ولكن لابد من أنه الأفراد هذول يكون لهم دور جماعي، يعني هذا جماعية. هذا الموضوع أو الخبر اللي جاء في صحيفة الرياضي الكويتية موضوع مهم، أن هناك 4 مدربين أجانب وأربع مدربين وطنيين، ويا خوفي أن المدربين الأجانب يتفوقون المدربين الوطنيين يتفوقون على الأجانب. والله أن مدربنا عاد لا إن شاء الله، يعني إن شاء الله تشكيلة المنتخب السعودي تشكيلة جيدة. صح أنه في صار إخراج بعض اللاعبين يعني كان مفاجئ لنا،
ولكن كأفراد منتخب السعودية منتخب جيد، لكن نتمنى أنه يصاحب هؤلاء الأفراد، تصاحبهم جماعية في الأداء، إذا صاحبهم جماعية في الأداء، إذا صاحبهم التهديف، عدم ضياع الفرص، فهذه راح تكون البطولة. نعم. فعلا لنا. طيب حنا عندنا عنوان بيتكلم عن هذا الموضوع أبو هياب، نرجع له حول منتخب السعودي. أنا كل ما تكلمت عن شيء بندر تقول فيه عنوان، هذا شيء جميل. تكشف الأوراق. بالعكس أنا حاضر معك، أنا النقاش مهم، لكن أنا أتكلم عن أنه مودنا حنا بعد كويس، هذا ما معناه اني انا مع البرنامج، يعني كل ما اتكلم احنا نمشي بوفق انت طريقه منظمه. ابو هيا على حسابي في تويتر هادي مسملي يقول من هو المرشح الاول لنيل البطوله الخليجيه؟ والله مثل ما قال زميلنا الاماراتي، انا اتوقع المنتخب السعودي بما انه صاحب الارض والجمهور وصاحب اللاعبين الجيدين الذين يضمهم في تشكيلته، أنا أتوقع المنتخب السعودي والمنتخب الإماراتي أيضا مرشح للبطولة. طيب ماجد، من المرشح الأول للبطولة؟ شوف حتى زميلنا قبل شوي أحمد الحوري الإماراتي يقول بطولة تحب الكويت، يعني أكد على كلامي قبل شوي أن المنتخب الكويتي يعرف كيف يتعامل مع هذه البطولة. أبو نواف، البطولة هذه حقتنا، والإعلام نعرف نتعامل معه ونعرف نجيد حتى فن التعامل والسير مع المباريات المجموعات إلى الدور قبل النهائي. أنا أتفق مع الأخوان من ناحية الورق نرشح السعودية والإمارات، لكن من ناحية الأمور الأخرى حنا أدرى فيها ونعرف ونعلم إن شاء الله أن في لاعبيننا قد المنافسة، والإمارات للأمانة قوي، لكن أنا أستغرب البطولة هذه مرافقة إعلام أعتقد أنه راح يأثر على المنتخب الإماراتي. المنتخب السعودي بالعكس، أنا أختلف مع أخوي عبد الكريم أن العناصر أو المنتخب في خامات طيبة، لكن المنتخب ناقص يعني أمور، يعني لاعب مو أكثر من لاعب، يعني لاعبين النصر مستبعدين بطل الدوري والكاس، تستبعد السهلاوي اللي كان منافس هداف، وتستبعد يعني إبراهيم غالب أفضل لاعب محور، وتستبعد شايع، واستبعد الكابتن حسين. مجرد انك استبعاد حسين عبد الغني بهذه الخبره، حتى بموقع اوبتا انه افضل صانع العاب او افضل ظهير او افضل مدافع بعد الموسم الماضي، لكن واستبعاده بهالسن هذا والاستغناء عنه خلال بس مباراه مباراتين وديات، هذه يضع اكثر من علامه استفهام. اعتقد المنتخب السعودي ينقص الكثير، اعتقد المنتخب السعودي، اعتقد احنا كنا البطوله الماضيه قلنا للشعب السعودي كشعب كويتي ابشروا براس ريكارد، والسنه هذه انت لقينا قبل النهائي بنفكهم اللبيز ان شاء الله. والله شوف اخوي ماجد، انا يعني احاول قد ما اقدر اني انا ما ارجع، وكنت معاك باللقاء بعالم الصحافه، خليني اقول لك انا احاول قد ما اقدر اثناء بطوله خليجيه ان نبتعد عن الحديث عن هذه الامور، او حتى عن الهلال والنصر والاشكاليات اللي تصير فيه، لكن بالفعل لا مو قصه، لا لا خليني اقول لك انا جايك في الكلام، انا اقول لك ان هذا الموضوع موضوع شائك، وموضوع صار فيه لغط وجدل كبير في المجتمع الرياضي، وانت متابع للمجتمع الرياضي السعودي حول استقطابات المدرب، استبعاد لاعبين، يعني خليني اقول لك يمكن الأسماء اللي ذكرتها حولها اختلاف، لكن حسين عبد الغني لاعب مثل الكابتن حسين عبد الغني، ولو أنه مو بوقت أن نناقش مثل هذا الموضوع، لكن الخلاف كان أن كيف تستدعيه تطلبه في مباراة الأوروغواي الودية يلعب 10 دقائق وبعدها تستبعده في بطولة الخليج أو التشكيلة الأساسية بطولة الخليج، كان من الأساس ما طلبت حسين عبد الغني، ما خليته يحضر مباراة الأوروغواي. في عبد الفتاح عسيري، في عنده نجوم، يعني في لاعبين بالاتحاد، احمد عسيري قلب الدفاع، في لاعبين ما انضموا، يعني استغرب انه لويز يعني ما شافهم او انه ما استغرب. انا مو بس على لاعبين النصر، بالعكس صحيح، خاصه حسين عبد الغني استاذ عبد الكريم اكيد، لكن كان هناك تعاطف كبير من عدم انضمام للمنتخب. اكيد اكيد حسين عبد الغني اكيد، ورغم انه المدرب ابعد، انا قلتها يعني رغم انه ابعد لاعبين مهمين، إلا أنه يوجد عناصر مميزة في الفريق، في كل خط يوجد عناصر مميزة، في الدفاع، في الحراسة، في الوسط، في الهجوم، عناصر المنتخب السعودي رائعة،
لا يعني أنه عدم أو إبعاد حسين عبد الغني أو إبراهيم غالب لا يعني أنه عدم وجود عناصر جيدة في الفريق. هذا يوجد هؤلاء العناصر موجودين في الفريق، لكن ينبغي أنه وضعهم في بوتقة واحدة، كيف أنه المدرب يضعهم ويستفيد منهم. احنا نتمنى انه يعود الشمراني مثلا للتهديف، يعود المختار فلاته، اللاعبين الوسط الجميلين الرائعين في الفريق انه يكون زي ما قلت في بوتقة واحدة من أجل الفريق واحد جماعي واحد وليس فرد واحد. احنا نقول ابو هيا الكلام الان ما ينفع في هذا الموضوع، يعني خليني اقول لك نتفق يمكن بشكل كبير حول بعض الاسماء اللي ما انضمت المنتخب، لكن خلاص الان احنا امام الامر الواقع، احنا نقف مع المنتخب السعودي ومع هذا المدرب حتى نشوف الى نهايه البطوله وش يصير بعد نهايه البطوله لكل حادث حديث. يعني اعتقد ان حتى الاختيارات بعض الاختيارات حولها لغط كبير حول ما يقدمه السيد لوبز، وزي نصراوي تيمة على حسابي في تويتر يقول المنتخب يا أخ بندر لن يفلح مع لوبز ومع الوصايات المفروضة على المدرب وأراهن على إقالته قريبا. الصقر يقول خليجنا واحد، هذا الهدف الدور الحقيقي بالفعل، أحييك. هذا الشعار المهم اللي يجب أن نرفعه وهو أهم شعار في هذه البطولة بصرف النظر عمن يحقق البطولة، وإن شاء الله المنتخب السعودي كله كلمة في هذه البطولة. أيضا أحد المغردين يقول أستاذ بندر ماذا لو أصيب أحد الظهيرين لا سمح الله، تكون كارثة، لا يوجد أظهرة بعد إصابة معاذ وياسر الشهراني. إحنا نتفائل خير إن شاء الله في المنتخب السعودي ونقف قلبا وقالبا مع الأخضر السعودي، نرفع شعار كلنا أخضر وإن شاء الله يحقق البطولة ويكون قد المستوى قد الطموحات، خاصة أن المنتخب السعودي في هذه البطولة أعتقد تهيئت له كافة السبل والدعم الحقيقي لتحقيق البطولة، البطولة على أرضنا وبين جماهيرنا وإن شاء الله وعناصر مميزة مثل ما قال الأستاذ عبد الكريم. إن شاء الله يعني ما في أي عذر أو مبرر لعدم تحقيق أو خسارة هذه البطولة لا سمح الله أبو هيا، بشكل سريع لو سمحت ما نعذرهم أبدا، ما فيه إلا إذا حضرت المزاجية بالنسبة للاعبين، وإذا حضر تخبط المدرب هذا راح يفقدنا البطولة. لكن التلاحم بين اللاعبين، الجماعية بين اللاعبين، وإمكانية المدرب أو قدرة المدرب على وضع هؤلاء على وضع هذول العناصر في فريق واحد وهم نفسهم يتعاونون معه على أنه يكون هناك جماعية في الفريق، هذه معطيات النجاح موجودة. المعطيات أنا أشوف أنها موجودة رغم إبعاد بعض اللاعبين. طيب نتحول إلى عنوان من صحيفة اليوم وملحقها الميدان حول المنتخب السعودي. عيد طالب اللاعبين ببذل قصارى جهدهم في خليج 22، ثلاث حصص تدريبية تجهز الأخضر لموقعة العنابي. وفي التفاصيل أجرى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم صباح أمس الاثنين حصة تدريبية صباحية أجريت في نادي الشباب ضمن برنامج التدريبي الفترة الثانية من المرحلة الرابعة والأخيرة مقامة حاليا في مدينة الرياض استعدادا للمشاركة في منافسات كأس الخليج العربي 22 الذي سيقام في العاصمة السعودية الرياض. الأستاذ أحمد عيد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم اجتمع باللاعبين وطالبهم ببذل كل الجهد لتحقيق هذه البطولة، وأن لا يوجد هناك أي أعذار نقدمها للمجتمع الرياضي، وهذه نقطة مهمة يجب أن يستوعبها الجميع أو حتى اللاعبين تحديدا، أن هناك لا يوجد أعذار في هذه البطولة تحديدا لو لا سمح الله لم نحقق البطولة أو خسرناها. ماجد
بنسبة كم ممكن المنتخب السعودي يحقق البطولة خليجية؟ من المفارقة يعني عندما تقام بطولة كأس الخليج قبل كأس آسيا بشهر، يعني العادة قبل في بطولات تقام كأس الخليج بالشتاء أو كأس الخليج بالصيف أو آخر الصيف أو أول الموسم. فبالإمارات 96 السعودية يعني قدم مستويات، يمكن خسر البطولة بآخر المباراة ووصل النهائي ب 96 واخذ كاس الخليج، لا وشاهدنا ثلاث منتخبات بنصف النهائي على النقيض بكاس قطر، يعني كاس اسيا الماضي ولا فريق وصل دور الاربعه رغم ان البطل المتوج يعني الكويت باليمن. فسلاح ذو حدين يعني بالنسبه للسعوديه، بالنسبه لزقالو 84 اقالته والاستعانه بخليل الزياني وتحقيق اول لقب قاري للمنتخب السعودي كان يعني نقله للكره السعوديه كلها، خارطه الكره السعوديه. فدائما عندما تسبق بطولة كأس الخليج بطولة آسيا فترة وجيزة هذه سلاح ذو حدين، يعني المنتخب السعودي عنده يعني بعيد عن البطولة القارية، يعني من 2007 مو هذا المنتخب السعودي، المنتخب السعودي أقوى فريق بآسيا تقريبا بعد كوريا، فريق وصل كأس العالم، فريق بطل متمرس بكأس آسيا. فكأس الخليج هذه راح تعطينا صورة عن المنتخب السعودي ماذا سيفعل بكأس آسيا، أو هل سيعود الأخضر، هل سيعود المنتخب السعودي اللي عرفناه اللي من 2007 يعيش حالة يعني إلى الآن لم يعود المنتخب السعودي كما عهدناه. فللأمانة ما أشوف أنا مؤشرات حقيقية، كأس الخليج يمكن مي معيار حقيقي، لكن أشوف العناصر نفس ما قال عبد الكريم، أنا بالعكس أنا ضربت مثل أن في عناصر مهمة ما راحت. المنطق يقول اللي الشباب السعودي أخذ فيه الدوري 90 91 92 ساهم بوصول المملكة الأول استحقاق الكأس عالم بعد غياب من 88، فطبيعي أنا القصد من كلامي أن بطل الدوري والكأس من الطبيعي أن تكون 90% من التشكيلة تكون المنتخب من الفريق البطل، يعني مو بطل دوري نفس طويل أثبتوا جدارتهم اللاعبين وبطل كأس ولي العهد. بالعكس ولا أنا عندي انتقاد على أي لاعب سعودي، كلهم بالعكس محترفين ومتابعين سواء الهلال الشباب، لكن أتكلم عن فريق بطل ومتصدر حالياً. فمن الطبيعي وذلك لك حالة الشباب السعودي حالة مشابهة لاستعادة مكانة الكرة السعودية، أعتقد في نجوم لابد أن يكون القوام الرئيسي لتشكيلة المنتخب السعودي، أنا هذا رأيي الشخصي، وإن شاء الله أني أكون يعني ما انتقدت أحد ولا انتقص من حق أحد، الكل يعني إن شاء الله فيه خير وبركة. لا حقك، حتى لو انتقدت أخوي ماجد حقك بصفتك إعلامي ومتمرس في الصحافة، لكن أنت تعتقد بأن الجيل الحالي للمنتخب السعودي اللي موجودين حاليا في التشكيلة غير قادرين بنسبة كبيرة على تحقيق هذه البطولة؟ لا بالعكس، بس أي نجاح وراه دعم فني ودعم إعلامي، أنا أشوف الإعلام عندكم مو خلف المنتخب على استحياء، أنا أكون صريح بالتلفزيون بالعكس أنا أقولها على هوا مباشرة، دائما مؤشرات المنتخب القوي تلقى الجميع العوامل سواء إدارة اتحاد إعلام، الثلاث شغلات والجماهير. اعلامنا وين يعني الاربع هاي مقومات اي منتخب قوي. اعلامنا السعودي وين رايح؟ مو وين رايح، انا تمنيت ان من ضمن الفعاليات اللي مصاحب الكاس الخليج ان نقدم ندوه او ورقه عمل لنبذ التعصب الرياضي. لا انت تقول ان الاعلام عندكم في السعوديه ما هو بواقف مع المنتخب بشكل كامل، صح ولا لا؟ هذا اللي قلته بالضبط، انا هذا اللي اشوفه سواء من المقالات سواء من قبل البطوله. طيب اثناء البطوله يختلف الشيء، بس انا اللي اشوف تشوفه واقف مع مين، يعني الاعلام السعودي الى اي اتجاه تماماً. الى اي اتجاه متحفظ نهائيا، متحفظ مع المنتخب السعودي ولا ان الاعلام السعودي؟ لا لا. او خلينا اقول لك الوسط الرياضي السعودي مليء غير متفائل، ما شفنا الاعلام والمانشيتات اللي كنا نشوفها مرافقه لاي بطوله للاخضر. أنا كلامي واضح بندر، يعني بالعكس أنا مو أنا أقول لك الحملة اللي قاعد أشوفها بالصحف، أنا مطلع على صحافتكم وعلى برامجكم، كل ما أفتح أو إني أشوف قناة أشوف حذر غير طبيعي عد حالة عدم تفاؤل بالمنتخب السعودي، بغض النظر عن الحالة الفنية اللي كل قاعد يشرحها لوبيز، بغض النظر عن الأسماء اللي ما استدعاها لوبيز. فأنا قلت لك أي بطولة لها مقومات ولها مؤشرات لأي بطل يمكن يخالف المنتخب السعودي يتوج، مو غريبة عليه ياخذ البطولة، لكن أتكلم منطق ثاني. طيب خلينا أقول لك يمكن ابتعاد المنتخب السعودي، أنا بضع لك الآن بعض المبررات وأبغى أسمع تعليقك عليها، يمكن ابتعاد المنتخب السعودي الفترة الأخيرة السنوات الأخيرة الإخفاقات المتكررة اللي تعرض لها المنتخب السعودي على كافة الأصعدة، يعني على مستوى
البطولات الخليجية أو حتى كأس آسيا أو تصفيات كأس العالم، خلينا أقول لك جعلت المجتمع الرياضي يشعر بالإحباط تجاه المنتخب السعودي حول ما يقدمه الأجهزة الفنية المتعاقبة على المنتخب السعودي، التخبطات اللي حاصلة في بعض الأمور المتعلقة بالمنتخب السعودي هي اللي يمكن وصلت هذا الشعور للمجتمع الرياضي، والزملاء الإعلاميين سواء في الصحافة أو في البرامج جزء من هذا المجتمع. بالضبط بندر، أنا أقول لك الحالة اللي مرت فيها الكرة السعودية بالعكس خلال الموسمين الماضيين شفنا شيء مبهر، شفنا شيء رائع من ناحية تنظيم الدوري السعودي، يعني شفنا التيفو والتفاعل والبرامج الجميلة. أنا ما أتكلم عن الشهر الأخير هذا، لا أتكلم إلى ما قبل، وشفنا يعني أمور بالدوري السعودي تنبئ بعودة، واتحاد منتخب واتحاد جديد ولجان جميلة ولجان جديدة. يعني توقعت أنا عودة الكرة السعودية إلى سابق عهدها يعني، لكن للأسف يمكن خلال الشهر الماضي وقبل شهر إلى هذه المدة، يعني من تقريبا نهائي الهلال وسيدني أشوف الموضوع يعني انقلب إلى موضوع سلبي آخر. طيب وش رأيك أبو هيا؟ وأتوقع له تأثير على المنتخب. هل هذا هو واقعنا الإعلامي السعودي؟ والله الإعلام السعودي يقف مع المنتخب، هو يقول الإعلام السعودي يقف مع المنتخب أثناء البطولة، لكن قبل البطولة يقول أنا ما شاهدت. قبل البطولة أيضا يقف، لكن هو أنا معاه في أنه ما في تفاول، في حذر، هذه أنا معاه فيها، لكنه يقف. هو ما قال أنه لا يقف مع المنتخب، لكن قال أنه ملاحظ حذر وعدم تفاول، وأنا معاه في النقطة هذه، أنه مع العزيز ماجد في النقطة دي، أنه ما في تفاول، في حذر بالنسبة للإعلام السعودي أنه المنتخب احتمال لا يحقق هذه البطولة لا سمح الله. لكن تبدأ أعتقد إذا فاز المنتخب في مباراته الأولى، إن شاء الله فوزه في مباراته الأولى، راح يرتفع ترمومتر التفاؤل بالنسبة للإعلام بالنسبة للجمهور. المنتخب السعودي يحتاج إلى هذه البطولة، يحتاج إلى تحقيق هذه البطولة حتى يعيد هيبته كبطل لآسيا أكثر من مرة، وكمتأهل لكأس العالم أكثر من مرة، وكبطل. الآن أنا أشوف أنه بدأ في عادة الهيبة بالنسبة لما تأهل إلى نهائيات كأس آسيا وتأهل بجدارة، وبطولة الخليج هي هذا موقعنا الطبيعي يا أبو هيا. أكيد التواجد في نهاية كأس آسيا موقعنا أكيد الطبيعي، بس في يعني أنت تقول السنوات اللي هذا الوضع الطبيعي، السنوات اللي قبله ما تأهلنا، تعرض لإخفاقات يعني خلينا أقول لك بطريقة أخرى أن المنتخب السعودي، لكن هذا يجب مو بس حنا محتاجين هذه البطولة، يجب أن نحقق هذه البطولة. إذا أنت ما حققتها على أرضك وبين جماهيرك وبلاعبين وعناصر خامات مميزة، متى بتحققها؟ هذا اللي نقول إن شاء الله، إن شاء الله أنه مباراة أمام قطر، مباراة الفوز مباراة الأولى إذا كان فيها الفوز فهو راح بداية التفاؤل بالنسبة للجمهور وبالنسبة للإعلام السعودي، وبداية ترك الحذر بالنسبة للجمهور وبالنسبة للإعلام السعودي. وإحنا وإذا كان قاس الأستاذ ماجد المهندي قاس بالنسبة لدورة الخليج وكأس آسيا، ترى في نقطة المنتخب السعودي إذا في بطولة OSN الودية ما قدم مباريات جيدة، ومع ذلك تأهل بعدها إلى نهائيات آسيا. طيب إن شاء الله يكون عدم تقديم المنتخب لمباريات ودية جيدة يكون أيضا مصدر تفاؤل للسعوديين لتحقيق البطولة الخليجية. ماجد مغرد أبو ركان العقيلي على صفحتي في تويتر يقول كلامك صحيح وصريح، وفعلا المنتخب السعودي تجد أغلب الجماهير يقول لا يقفون مع المنتخب السعودي، ونحن لسنا متفائلين بالنسبة للمنتخب السعودي. أنا يمكن ذكرت بعض المبررات قبل شوي. لا بس دقيقة، صدقني خليني أقول لك، أبغى أقول لك نقطة مو بس لك أنت، حتى اللي مثل هذا الطرح أو اللي عنده مثل هذا الرأي.
الإخفاقات المتكررة دائما هي تصيب المجتمع بحالات إحباط، يعني خلينا أقول لك هذا الشعور هو اللي يوصل الفوز. الانتصارات المتتالية هي اللي تجعل المجتمع يتفاعل سواء مع المنتخبات أو حتى مع الأندية. أنا مع ماجد بالنسبة لأنه ما في تفاؤل ولا في وفي حذر، أنا معاه في النقطة هذه معاه جدا، لكن إن شاء الله يكون مع بداية البطولة يكون التفاؤل يعود شيئا فشيئا. طيب تفضل ماجد قبل ما ننتقل للعنوان القادم. بندر أنا أقول لك آخر منتخب، أنا أقول لك يعني أنا بكأس الخليج أفوز السعودية ما أفوز بكأس الخليج، هذا بالنسبة شعور أي كويتي للأمانة نكون صالحين، بس بالشكل المضاد ما أسمح لأي سعودي، اسم منتخب السعودي الوحيد اللي ما أقدر أستوعب كلمة تأهلنا لكأس آسيا والحمد لله. فريق وصيف، فريق بطل، فريق أكبر فريق بآسيا، مستحيل أني أتقبل حتى لو تكررت الإخفاقات، منتخب السعودي يبقى المنتخب السعودي. لكن يا ماجد هذه بداية عودة الهيبة، بداية العودة المستوى، لأنه قدم مستوى جيد أهل للتأهل. صح معاك إنه ليس هذا ليست هذه مكانة المنتخب السعودي، ولكن بداية عودة المستوى وبداية عودة التأهل المستحق هذه إن شاء الله تكون بداية عودة التفاؤل أكثر وأكثر. طيب اللي أكد على كلامك أخوي ماجد، في عندنا حوار في صحيفة العرب القطرية لنائب رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم الأستاذ سعود المهندي في حوار خاص مع صحيفة العرب، خلونا نشوف شو يقول. في صحيفة العرب يقول الفوز على الأخضر يمثل نصف الطريق للدور الثاني. أبو هيا، إذا استطاع منتخب القطري الفوز على المنتخب السعودي في افتتاح البطولة أعتقد هو قطر حتى يمكن أكثر من نصف المشوار. أكثر أنا أتوقع إيه، أنا أشوف إنه ليش، لأنه حيكون هناك دفعة معنوية عالية. صحيح. بالنسبة للمنتخب القطري لو لا سمح الله فاز، غير الدفعة لأنه راح يفوز على صاحب الأرض والمرشح للبطولة، وراح تنكشف كثير من الأوراق بعد المباراة هذه. لكن احنا نتمنى كسعوديين طبعا انه المنتخب السعودي هو اللي يفوز، وانه يقطع اكثر من نصف المشوار للتأهل الى الدور الثاني، وخصوصا وانه التأهل يعني ليس صعبا، يعني تأهل المنتخب، انا اشوف تأهل المنتخب السعودي الدور الثاني ما هو صعب وفق المجموعة اللي هو فيها، وفق المجموعة وفق نظام البطولة، انه التأهل يعني بفريقين من كل مجموعة. طيب ماجد، في سؤال وجه لنائب رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم من الصحيفة، قال ان ارى ان سأله عن المواجهة التي ستجمع بين المنتخب العنابي والاخضر، اجاب بانه في افتتاحية البطولة المواجهة صعبة، وأن منتخب السعودي يضم عناصر قوية جدا وفيهم كثيرون من لاعبي نادي الهلال، حيث أن الأخير وصل إلى نهائي بطولة الشامبيونز ليج الآسيوي إلا أنه لم يوفق في الحصول على اللقب في النهائي، إلا أن العناصر الموجودة في صفوف الأخضر السعودي عناصر مهمة جدا وقوية، بالإضافة إلى العامل الثاني أنك تلعب على أرضه وبين الجمهور، وأعتقد أنها ستشكل ضغطا علينا كما أنها ستكون ضغط على المنتخب السعودي الذي قد يأتي في صالحنا، نطالب اللاعبين بخوض هذه المباراة مثل أي مباراة تؤديها بنفس الروح وبنفس القوة وبنفس القتال، وكرة القدم لا تعرف المستحيل، ونتمنى أن نحصل على 3 نقاط أو نحصل على الأقل نقطة من المنتخب السعودي والتي تعبر بمثابة فوز لنا لو حصلنا عليها. ماجد بالنسبة لي ما علي أي ضغوط. نعم تفضل تفضل فهد، نهائيا يعني تلاحظ كل بطولة يعني تفضل. ناس تسير يعني تسير وفق نهج معين تفضل يعني بقى. عادي عندهم بطولات، عندهم أوليات، يعني أعتقد أنهم يفكرون بإعداد منتخب الـ 2022، أعتقد هو الهدف الاستراتيجي. أنت تلاحظ الكرة القطرية بدأت تنهض بالمراحل السنية، بدأت تنهض بالناشئين، بس الفريق الأول يعني ما تلاحظ يعني في تطور على أداء المنتخب يعني من سنة لسنة نهائيا، يعني تلاحظ نفس الأسماء نفس الفريق، ما في ضغوط قبل البطولة وبعد البطولة، إعلام محترف. أنا يعني
عارفين وين يبون يوصلون. يعني اعتقد المنتخب القطري جمال بالماضي امام اختبار البطوله هذه اعتقد يمكن يظهر شيء من امكانياته بعد نجاحه مع الاخوي القطري، لكن الارض والجمهور انا اقول من صالح المنتخب القطري وليس من صالح السعودي، واعتقد في كذا بطوله الارض والجمهور خذلت المنتخب الكره السعوديه في الفتره الاخيره، يعني واعتقد انها عقده صارت. يعني البلد اللي تنظم بطوله مثل الان المملكه العربيه السعوديه تنظم بطوله الخليجي 22، الارض والجمهور تشكل ضغط نفسي ذهني معنوي على اللاعبين على المنتخب السعودي بشكل كامل. بالضبط، يعني لما تتكلم عن كوريا الشماليه وتتكلم عن البحرين ولا تتكلم عن الهلال، هذه مباريات مفصليه للكره السعوديه، يعني كانت مباراه مو اي مباراه، مباراه مفصليه حضرت فيها تاثير الجمهور اثر بشكل مباشر على المنتخب وعلى اغلب لاعبين المنتخب. يعني في نقطه معينه يمكن البطوله هذه تخلى عنها طيب ويظفر المنتخب السعودي باللقب يبقى مرشح. أبو في نقطة معينة الحين التواصل الاجتماعي واللي أصبح زاد من عملية الضغط على اللاعبين وعليهم، لأنه يشاهد أي شيء يسويه على طول ردود الفعل في دقيقتها ممكن يشاهدها في التواصل سواء في تويتر في فيسبوك. أول ما كان في صحف يلا تشوف رد الفعل من غدا، الحين تشوف ردود الفعل إعلاميا على طول لحظية، وهذا يؤثر في التركيز الذهني على اللاعبين. وأطالب بالنسبة للمنتخب السعودي التركيز على ضرورة أن يكون هناك تركيزا ذهنيا بالنسبة للاعبين، لأنك أنت اللاعب الآن أصبح الضغوط تجي من كل جهة، ليس من الملعب او الجمهور بما انه يلعب على ارضه بين الجمهور، بل اصبح الضغط عليه كثير، يجي من 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 تويتر من فيسبوك من واتساب. فانا اتمنى انه التركيز الذهني يركز عليه بالنسبه للمنتخب السعودي وبالنسبه لعدم اشغالهم او بانشغالهم عدم انشغالهم بالواتساب وتويتر، وانه انا يعني اؤيد فكره سحب مثلا الجوالات في وقت معين من الدوره. هذا ضروري جدا من اجل التركيز الذهني من اللاعبين. اي من اللاعبين، لان اللاعبين جزء من المجتمع ويتابعون اللي قاعد يصير. سحب الجوالات، سحب الجوالات في اوقات معينه وليس كلها. طيب لاضفاء التركيز الذهني للاعبين. طيب تفضل ماجد بشكل سريع لو سمحت. بشكل سريع اعتقد تويتر مو نفس كره القدم او نفس الاحتراف، وصل اوروبا او وصل العالم قبلنا، وصلت اوروبا بنفس الوقت. فلذلك تجد ميسي ولا تجد رونالدو يغردون من غرف اللاعبين، وكاس العالم اقوى بطوله تشكل ضغط على المنتخبات، شفنا اللاعبين يغردون بالباص، وشفنا اللاعبين ياخذون سيلفي بغرف اللاعبين، وشفنا اللاعبين ياخذون سيلفي حتى بعد نهايه المباراه. فاعتقد ان وسيله التواصل احنا في بالنسبه للمنتخبات الخليجيه باستثناء الكويت طبعا، ان فريق والبحرين واليمن فلاعبين غير محترفين، فعندهم خبره دوليه يتعاملون فيها، لكن اللاعب المحترف المفروض قابل للضغط، قابل للوسائل التواصل الاجتماعي. اعتقد ان لازم العقليه هذه ننميها ونثقف اللاعب كيف يتعامل مع الامور هذه، بالعكس هاي ثقافه، تبقى ثقافه لاعب، ثقافه ويجب ان يتعامل معها كمهنه، يعني ان يجب ان يتعامل معها باحترافيه. بالضبط، انت محترف صحيح تؤديها. نعم. على اكمل أنا وجه. انا ما اقول الغائها بشكل نهائي، وانما في بعض، قلت انا في بعض فترات الدوره، يعني مو معقول انه اللاعب يقعد يصور سيلفي ويصور ويشوف الواتساب والسوشيال. بس هذه صارت تقول لك كاس العالم، يعني ما معقول نشوفها قبل المباراة، قبل المباراة بفترة قصيرة. يعني هذا بيأثر علي. أنا بس أطالب بضرورة التركيز الذهني بالنسبة للاعبين، لازم يكون هناك تركيز ذهني بالنسبة للاعبين. نعم. طيب عندنا حديث مهم في صحيفة الشرق الأوسط لرئيس الاتحاد العراقي، يقول لا معنى لبطولات الخليج دون تحديات الشيوخ.
استكمال للانفرادات او الحوارات الصحفيه اللي تقدمها صحيفه الشرق الاوسط طيله الايام الماضيه، هذه المره مع رئيس الاتحاد العراقي عاد ماجد، من ما يتذكر التحديات الخاصه بين الشيوخ الخليجيين خاصه الكويت والسعوديه؟ بالضبط، يعني تذكر احاديث الشهيد فهد الاحمد والامير فيصل بن فهد رحمه الله جميعا، وطيب الذكر الله طال في عمر الشيخ عيسى بن راشد، فلما تشوف حديث الذكريات يعني ترجع فيك الايام وتستمتع وتشوف الناس شلون كانت عفويه حتى بالتحدي. الله يطول، صحيح. الله يرحم اللي راح، كانت تضيف اجواء جميله على البطوله. بالضبط، بس يعني افتقدنا هالتصاريح، يعني مشهود لانه يتحسس من اي تصاريح ويتحسس من حتى لون الدشداشه ولا شكل الطاوله قدامه، ولا اذا مره صحفي اليوم هاي، اذا مره اني هذا ما نفوز، اذا شفت اليوم لا اشوفه. فهاي تصريح، يعني هذه امور دعابه يعني لا اكثر ولا اقل، لكن تشكل عندنا. لا نعم، طيب يا ماجد، طيب فيه تاخير في الصوت فيصل او فهد، شفنا مشكله. عندنا مقال او راي للكابتن حمود السلوى اليوم في صحيفه الوطن حول البطوله الخليجيه. كتب بورشيد اليوم يقول: انزعج كثيرا عندما اسمع واقرا لكثير من الرياضيين والاعلاميين والمراقبين والمتابعين وهم يتداولون طرحا يضعون فيه خليج 22 جزءا من مراحل اعداد المنتخب لكاس الامم الاسيويه، ففي هذا الطرح تقليل وتقزيم لبطوله اقليميه امتدت لاكثر من 40 سنه، ووضع اللاعبين والجماهير السعوديه في درجه اقل من الاهتمام، وتشكيل انطباع سلبي في اذهان اللاعبين والجماهير بان خليج 22 لا تعدو اكثر من كونها جزءا من مرحله اعداد وتجهيز لكاس الامم الاسيويه في 9 يناير 2015 في استراليا. مثل هذا الطرح السلبي يقلل من حماس وروح اللاعبين وحجم عطائهم، طالما ان خليج 22 ستكون جزءا من مرحله الاستعداد لاستراليا. ايش رايك ابو هيام؟ هو دائما بورشيد اراءه جميله ورائعه وله حق، لكن انا هي جات كذا، يعني جات استعداد، جات ورا بعض. اي جات ورا بعض، بس كلامه واقعي كثير، يقولون ان هذه البطوله ما هي اعداديه لبطوله اسيا. لا، هذا اذا كان قصدهم انه فقط مجرد اعداد لبطوله اسيا، لكن في انها جات بوقتها، يعني انه كانت البطوله الخليجيه قبل فتره وجيزه من بطوله الخليج، وبالتاكيد انها تكون من مع اهميتها. لا يعني هذا انه سحب اهميتها من الكلام في النقد، وانما يعني انه هي جات بوقتها. لكن ممكن يصل هذا الشعور للاعبين اذا كنا نتكلم او نتعامل مع هذه البطوله بهذه الطريقه وبهذا الفكر انها جزء من اعداد المنتخب لاسيا، ممكن يصل لهم شعور يعني بعدم احترام هذه البطوله. اذا قلنا انها فقط هي جزء وليست كبطوله ايضا بطوله معروفه ومهمه جدا، احنا لما نقول انها جزء من اعداد فاحنا نقول نركز على انها جزء من الاعداد وليس كل وليس سحب كل الاهميه من بطوله دوره الخليج. طيب اخر فقره في حلقتنا قبل ما نختم هذه الحلقه، عندنا اخبار سريعه واستعراض بشكل سريع لمجموعه من العناوين لمجموعه من الصحف السعوديه والخليجيه. في صحيفة الشرق الأوسط: تفاءل بتحقيق الإنجازات الأولمبية بسواعد أبناء الوطن وليس التجنيس. عبد الله بن مساعد يقول: خادم الحرمين قال لي إن الرياضة ليست كرة قدم فقط. الجزيرة:
عنوان رحب بالأشقاء الخليجيين في الرياض الأمير تركي بن عبد الله رغم إثارة البطولة إلا أنها تظل لوحدة الخليجيين. وفي الحياة عيد مستاء من الضجيج السلبي ويطالب بالوقوف مع الأخضر. الفيفا ينشئ ملعبا اصطناعيا للاتحاد السعودي وبلاتر يفتتحه الخميس المقبل. وفي صحيفة مكة تكريم ماجد والمصيبيح وعبد الجواد وأبطال لوس أنجلوس. وفي الحياة رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم وضع ثقته باللاعبين والمدرب. السركال هدفنا الرقم واحد وسنبقى في أذهانكم. وفي صحيفة الأيام البحرينية تذاكر افتتاح خليج 22 عبر منصة مكاني على الإنترنت. أما في صحيفة الوسط البحرينية عنوان حضور إداري كبير في التدريب المحلي الأخير الأحمر ورحلة الأمل إلى الرياض وخروج الدوسري وغالب من القائمة النهائية. في صحيفة البيان الرياضي الإماراتية يختتم معسكره في الدمام الليلة الأبيض إلى الرياض غدا للمشاركة في خليج 22. أما في صحيفة الراية القطرية العنابي وصل إلى الرياض اليوم بطموحات كبيرة. في صحيفة الوطن آخر العناوين معاقبة الهلال وحرمانه من جماهيره وإيقاف الشمراني يمتد ل 12 مباراة. نصراوي تيما على حسابي في تويتر يقول كلام ضيفك ماجد صحيح، الجمهور عندنا وسيلة ضغط، ولا زلت أتذكر مباراتنا مع كوريا الشمالية التي لو سجلنا هدف واحد تأهلنا لعام 2006. ماجد الرفاعي يقول السلام عليكم أخ بندر وعلى ضيوفك، لماذا بطولة الخليج لا تكون بطولة دولية مثل بطولة الصداقة في أبها؟ أبركان العقيلي يقول أتفق مع مقال حمود السلوى، هذه مشكلة إعلاميين للأسف يتكلمون كأنهم من برج عاجي وهذا بالتأكيد سيؤثر على لاعبينا بالاستهتار. أيضا جوكر الاتي يقول أخ بندر لماذا عبد الفتاح عسيري لم يخرج من المعسكر حتى الآن رغم أنه مستبعد من القائمة؟ واحد يقول الأخ الكويتي يصدح بالحقيقة وأنت تراوغ، أنا ما أدري وش راوغت فيه، لكن عموما احنا نعتز ونتشرف بالزميل الاعلامي ماجد المهندي رئيس تحرير صحيفه الرياض الالكترونيه اللي كان معنا من الكويت. شكرا لك ماجد، يعطيك العافيه، شكرا لارائك، وان شاء الله تبارك لنا ان شاء الله تبارك لنا بفوز المنتخب السعودي بتحقيق البطوله الخليجيه باذن الله. واخ بندر انا بقول بس بشكركم واشكر الاخوان وبقول يعني اخر برنامج الموسم الماضي ماجد المهندي او الكاس الخليجي اللي طافت لي الشرف ان ماجد المهندي كان له اول ظهور بالقناه بالاعلام الخليجي عن طريق القناه الرياضيه السعوديه في برنامج ارسال بكاس الخليج البحرين، وهذه باولى حلقاتكم بكاس الخليج هذا اللي بالرياض كان لي اول ظهور، بس هناك فزنا السعوديه وان شاء الله هذه بتتكرر ان شاء الله. لا ان شاء الله ان شاء الله منتخب السعودي. شكرا لك ماجد، يعطيك العافيه، احنا نتشرف فيك وكل الزملاء الاعلاميين سواء من السعوديه داخل السعوديه ولا من خارج السعوديه. ايضا كل الشكر للاستاذ عبد الكريم الفالح الناقد الرياضي المعروف. ابو هيا يعطيك العافيه. شكرا ابو نواف. انت تتوقع يفوز بالبطوله؟ ان شاء الله السعودي. ان شاء الله الامنيات كلها مع المنتخب السعودي، لكن التوقع السعوديه. وتتفق معي ان ما راح نعذر اللاعبين لو خسروا؟ احنا ما نبي نضغط على اللاعبين، ما نضغط عليهم، لكن هذا جزء من واجبهم. اي نعم، ان شاء الله السعوديه يفوز وان شاء الله
نحقق البطولة وندخل كأس آسيا منتشين ومع عودة هيبة الكرة السعودية. شكرا لك أبو هيا، أيضا كل الشكر لكل من تابعنا وتواصل معنا. فقط أنوه إلى أن برامج القنوات السعودية الرياضية مستمرة لتغطية خليج 22، هناك باقة من البرامج إن شاء الله تتابعونها في الساعات القادمة من الصباح وحتى المساء، تغطية خليجية خالصة. تقبلوا كل التحايا من فريق العمل زميلي فيصل عصيمي، غدا موعد جديد، إلى اللقاء. تابعونا في خليجي 22 في المملكة العربية السعودية إن شاء الله. تابعونا في خليجي 22، شاهدونا في خليجي 22 في الرياض. أتمنى لك يا الأزرق الفال والبطولة بإذن الله يا رب. انتظرونا في دورة كأس الخليج بالرياض 22، ونتمنى أن تظهر الكرة العمانية بالوجه المشرف. كأس الخليج 22 إن شاء الله بإذن الله، إذا الله حيانا وياكم بالرياض، وراح نلتقي إن شاء الله. نار ومرة نار. هدف عبد الله الجمعان. كويت السعودية آخر شيء. هدف الحسنيان القديم. 5 أهداف الماجد عبد الله في قطر. يعني يلعبون يقفون الباب ويلا نتعادل معهم بعد. والله الهدف الثالث اللي جاء كوبري أظن في الدقيقة. حياكم الله مشاهدينا، ما زلنا متواصلين مع برنامج ذاكرة الخليج. الاسم الكريم. جلال البستنجي. ونعم فيك. كيف تشوف بطولة الخليج الآن؟ خلاص قربت مرة. ما شاء الله عليها نار، وإن شاء الله أنها تكون نار زي اللي السابقة يعني. كانت في البحرين خليج 21. نعم. انك تتذكر اجل البطوله السابقه اللي في البحرين، فاكيد يعني في تصريح في بالك، في هدف شاهدته يعني كنت زعلان منه، او هدف فرح. انا بحب والله تعليقات الشيخ احمد الفهد. اوه الكويت. نعم الشيخ احمد الفهد. يعني قصدك تصريحاته عباره عن شو لحالها، يعني هي مباراه والبطوله بطولي، وتصريحاته هي نفسها بطولي. يعني تصريحات الشيخ احمد بطوله. انه يستمر معنا بالمباريات هاي بنفس التصريحات وبنفس القوه وبنفس الاداء ان شاء الله. يعني انت بغض النظر عن المباريات، انت بتتابع مباريات مره وبتكون مشدود اعصابك مباريات، لكن برضو تصريح الشيخ احمد بتشدك مره اكثر من المباراه. يا رجل بحضر المباراه مقابلها لاجل اسمع تصريحات الشيخ احمد الفهد. طيب حلو، خلنا نشوف اي تصريح. اجل احنا المشاهدين يعني من التصاريح المعروف الشيخ احمد دائما بالذات بطولة الخليج لها رونق مع الشيخ احمد والشيخ عيسى في البحرين واسماء كثيره، لكن تبغى نشوف الشيخ احمد شيء معين في بالك ولا اي تصريح عنده بيعجبك؟ هو اي تصريح يعني بيعجبني، بس تصريح
الشو اللي فات اللي هو كان على